السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، هذه تحية هاد الرديني يحييكم في تغطية جديدة من أرضية ملعب الكابتن مصطفى الرزاق في ختام بطولة نجوم الخماسي التي نظمها الكابتن ياسر صباح في مباراة تجمع فريق بغداد الجديدة يلاقي أصحاب الدار أنصار التميم. طبعا المباراة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت الزميل المميز عدنان البرشلوني، ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا النهائي. Thank you.
لأنه الاسم المختار للمنتصف الثاني كما يعلم الكابتن علي. المحاولة تسلك تاكي، تاكي على هدوءه في مكان ليس لك فيه هدوء يا تاكي. يا سيزر يا سيزر يا سلام، ولك في عرضك الآن هذه محاولة وصلت على تاكي، ولك في الكرة الماضية لدار ترجعة البيت. يونس ويونس يونس وكلنا Thank you.
في جانب يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم ابلغوها الله سلام وكتبنا على مصدر السلام في اللحظة الماضية التي كل شيء تحرك حتى وأنا أقول بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن شحر أنا كل المباراة أتوقع أن تذهب إلى رحلة التسجيل ولكن قلت لكم Let's go!
لأنه كبر يا جماعة كبر، ولكن كبر على الفريق التماسيح، واحنا نخلي هذا الملعب وجه الطيور.